مشاهدي الأعزاء، ولد جاك بيرك ديميرجي في 20 أكتوبر 1989 في إزمي، ممثل مسلسل سينمائي وتلفزيوني تركي على اسم جاك بيرك ديميرجي. تاريخ الميلاد 20 أكتوبر 1989، مكان الميلاد إزميت، الارتفاع 181 سنتيمتر، الوزن 77 كيلوغراما. الأم سيفكا نورهان ديميرجي، الأب إلهان ديميرجي، برج الميزان عيون عسلي، الأشقاء بيركاي ديميرجي. حيوانته الأليفة، لديه كلب. العائلة، له أخ أصله من أضنة، لطالما دعمت عائلته قراره بالتصرف. قال: قراري بالتصرف جعل عائلتي سعيدة، بالطبع لقد دعموني دائما، لقد عاشوا معي. كانت والدتي الراحلة تتصل بي بعد كل حلقة وتقول: بني لا تنظر إلى تلك الفتاة بهذه الطريقة، أشعر بالسوء. لديهم دورا مهم في رؤية هذه الأيام. الحياة التعليمية، أخذ دروس التمثيل في مسرح جينكيز كوتشوكايفاس، نقطة تحول في حياته. بدأ يتصرف بالصدفة، وجد نفسه في وسط عالم التمثيل بعد زيارة مجموعة أصدقائه حيث كان يعمل، وتجربة تمثيل صغيرة تطورت بشكل تلقائي تماما. التمثيل كان شيئا لم أفكر فيه أو لم أخطط له. لقد جئت للتو من الجيش بدعوة من صديق، ذهبت لزيارته في الموقع حيث كان يعمل. هنا كان لدي بضع تجارب صغيرة بسبب المواقف العفوية، قد جلبت سعادة كبيرة لحياتي واستمتعت بها كثيرا أثناء عيش تلك اللحظة. ثم بدأ المسرح، التدريب وما إلى ذلك، ثم أتيت إلى يومنا هذا، الخطوة الأولى في التمثيل. بدأ مغامرته التلفزيونية عام 2012 بالمسلسل التلفزيوني ذات مرة أوتومان كيان. مع أي مشروع تألق، لفت الأنظار بشخصية أمير في مسلسل يمين، اجتماعي لديه خلفية رياضية، عامل في فنون الدفاع عن النفس، وظهر في الحلبة لسنوات، لعب رياضات مختلطة لسنوات عديدة بما في ذلك اللياقة البدنية وكرة السلة وتنس الطاولة، وقد احتل المركز الثالث في مسابقة الكيك بوكسينج التي أقيمت في منطقة مرمرة في عام 2009. رأيه في الحب، لسوء الحظ أعتقد أنني لن أتمكن أبدا من تعريف الحب بالجمل التي سأستخدمها. من الصعب وصف ما جعلك تشعر به وما شعرت به. لحسن الحظ هناك شيء من هذا القبيل، إنه لأمر جيد أننا نعيش، إنه جيد. مصدر السعادة، أعظم مصدر للإلهام والتحفيز في الحياة، التحف. لطالما كان لدي شغف وفضول كبيرا تجاه التحف. الشعور الذي مررت به مؤخرا كان معرضا للتحف، دعيت إليه. أفلامه الأولى ليفنت غوركيك ستار آر، أيضا موقفه تجاه الحياة. لديه رؤية إيجابية للحياة، يفضل الراحة كلما استطاع. من إيقاع عمله المكثف، الوقت المتبقي من الأداء يقضيه في الغالب في الراحة الذهنية والجسدية والتنقية ومحاولة الاستمتاع. لطالما حاولت أن أملك نظرة إيجابية للحياة بقدر ما أستطيع، اتجهت نحو الخير، الحقيقة والنور الذي يسعدني رغم كل الخسارة والسلبية التي عايشتها. رؤيته للحياة التجارية، يقول إن جميع المجموعات التي عمل عليها حتى الآن بها العديد من الجوانب المضحكة والممتعة والسعيدة، لكنه يضعها في مكان منفصل. أطول مسلسلاته كانت مسلسل يمين. بالطبع هناك رموز لتكون ممثلا جيدا، اعتمادا على الشخص واعتمادا على وجهة نظره أهدافه. أعتقد أن هذا لا يمكن التنبؤ به. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله عن نفسي هو الانتماء والشعور بالانتماء والعيش والعيش معه. الخطة المهنية، لم يكن لديه أحلام عندما بدأ التمثيل، لم يكن لدي أي فكرة أو معرفة بما كان يحدث. كل شيء حدث بشكل عفوي في لحظة، كما تعلمت وشعرت وعرفت زادت فرحتي وجهدي ورغبتي. لقد حدث ذلك، فقد منحني سعادة لم أستطع حتى تخيلها، مثل ما اكتسبته، جمهور ضخم، شريك حياة رائع إلى آخره، لنسميه الأحلام، خطوة بخطوة. والحلم بالمستقبل، هناك مشاريع تحلم بها كممثل وتريد أن تكون فيها وأسماء تود المشاركة فيها. بالطبع كان هناك الكثير من المشاريع التي تخيلت نفسي أثناء مشاهدتها، على سبيل المثال تشينر تشين
وجيتين تيكندر وإركان كالان وهالوك بيل جينيت، الأشخاص الذين أود حقا العمل معهم بسعادة كبيرة. إنه معجب بأنتوني هوبكنز، ممثل رفع حواجبه وحتى أنه يغمز ويثير إعجابي. كيف حاله مع الشبكات الاجتماعية؟ على الرغم من أنه لا يستطيع القضاء الكثير من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب كثافة عمله، إلا أن علاقته جيدة جدا. بالطبع هناك بعض الأسماء التي أستمتع شخصيا بالنظر إليها، لكن بشكل عام أنا مكتشف عن التحف والحيوانات والطبيعة. هل يتبع الموضة؟ لا يمكن القول إنه يتبع الموضة كثيرا. بصراحة ليس لدي أسلوب واضح، أحاول عدم الانحراف عنه. تختلف القرارات الفورية من حيث ما أشعر به وأين سأكون.